أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا طالب بالجامعة وأهلي وأسرتي مقيمون في بلاد الكفر، وأنا أسافر إلى تلك البلاد في الإجازة الصيفية لأجل أن أصل الرحم وأخدم والدي، فما حكم ذلك؟ لا بأس بذلك، لكن بشرط أن تحرص على الهجرة لوالديك إن كان مسلمين، تحرص أن تهاجر بهم مهما استطعت. إذا كنت تستطيع الهجرة وتركتها فأنت داخل في الوعد، أما إذا كنت لا تقدر فأنت معذور. نعم.